المذاكير في تونا والأشهر في تونا 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 والأرباح في تونا والأشهر في تونا والأرباح في تونا والأشهر في تونا وحدة يا أمة الطاقة معاون الاستغلال وحدة يا أمة الطاقة معاون الاستغلال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عمر خالد، مستخدم في التعاونية الفلاحية كوباك. احنا اليوم في رابع احتجاج ديالنا امام التعاونية. الاحتجاجات ديالنا كلها والنضالات ديالنا كلها على اساس باش الناس يجلسوا معنا لطاولة ديال الحوار. حاولنا معاهم شتى الوسائل بالمراسلات، تواصلنا مع السيد مفتي الشغل، تواصلنا مع السيد القائد ديال المنطقة، وحنا ما توصلنا بتا شي حاجة. مجرد تعسفات اللي كنتلقاو منهم والتنقيلات اللي هي تعسفية لا بالسيد زاهر يونس والاخ سليماني فهد اللي حتى هو كيتعرض لواحد الانتقال حتى هو لمدينة قلميم. حنا كنرفضوا هذه الانتقالات التعسفية وكنطالبوا من التعاونية الحوار. حنا راسمناها ومعاودنا، وبهذه المسألة هذه كنكونوا بلغنا وكنبلغ رسالة أخرى للتعاونية باش تحمل المسؤولية ديالها، لأننا غادي نولوا عندنا نضالات تسعيدية في الأيام القادمة، ونحملوا هذه المسؤولية وكنحملوا المسؤولية للسلطات حتى هي اللي ما دارت حتى شي تدخل من عندها، لا حتى شي حوار ولا حتى شي تدخل اللي غيخلي يدير واحد الوساطة ما بيننا وما بين التعاونية. بالنسبة للمطالب ديالنا راه هما مطالب اللي هما بساط ومشروعة، لأن من بين ديالهم الزيادة في الأجور، من بين ديالهم الكرامة، ولكن هاد الناس اتخذوا واحد الإجراء مؤخرا اللي هو ضر جميع العمال ديال التعاونية. اتخذوا إجراء أنهم حيدوا الموتور ديال البريفونت اللي كان كيجي بالسلعة، كان المستخدمين كيوصلوا في الخصة ديالهم 3000 درهم 10000 درهم، وبهاد الباجرة اللي داروا حيدوا الماطر. حنا كنحترموا هذا القرار، ولكن ما يقيسوش الناس جيبهم. الناس راه كاين اللي مشات ليه 3000 درهم 2000 درهم الصالير ديالو. الناس راه لا اله الا الله، الناس راه كانوا تيقريو ولادهم بالفلوس، المستوى المعيشي ديالهم تزاد، ودابا حاليا راه كلشي في ازمه، وحنا راه حاولنا نوصلوا لهم بشتى الوسائل، ولكن لا ما كيتجاوبوا معنا حتى شي حاجه. تحيه وشكرا لكم. طيب مضماض، رئيس فرع الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان في سلا، والمنسق ديال الجبهه الاجتماعيه في سلا. انا حاضر اليوم هنا من اجل التعبير عن التضامن والدعم ديال المعركه النضاليه ديال العمال والمستخدمين ديال كوباك، اللي هي التعاونيه ديال الحليب، حليب الجوده ومشتقاته، فيما يتعرضون له من قرارات تعسفية وانتقامية بسبب اختيارهم أنهم يتنظمون في إطار نقابة ديال الاتحاد المغربي للشغل اللي كي يوفر لهم هذا الحق القانون المغربي والدستور المغربي والقوانين الدولية. بمجرد ما كونوا مكتب نقابي هنا في هذه الوكاله ديال الرباط سلا اللي كاينه في حي مولاي اسماعيل في سلا، تم اتخاذ مجموعه من الاجراءات التعسفيه في حق النقابيين، منهم جوج ديال النقابيين اللي تم تنقيلهم من هنا من المدينه ديال سلا، اللي هما ولادها مزيودين فيها، مربيين فيها، دايرين فيها عائلات، ملتزمين فيها بقروض ديال السكن. قرروا على انهم ينقلوهم من هنا لقلميم 80 او اكثر من 800 كيلومتر بعيد عن المدينه ديال سلا، في الوقت اللي هذيك الوكاله اللي عندهم في قلميم ما محتاجاش عمال اخرين، اللي محتاج دعم للعمال ديال الاخر هي هذه الوكاله اللي عندها واحد المساحه واسعه وشاسعه للتغطيه ديالها. والمطلب اللي كان عند العمال هو انهم يحترموا لهم التوقيت ديال العمل، يحترموا لهم الساعات الاضافيه، يحترم لهم الحق ديالهم في انهم تكون عندهم الراحه، تحترم لهم
الأجر اللائق والأجر القانوني، فإذا به هذا المدير وهذه الإدارة اللي كاينة هنا اليوم اتخذت هذا القرار، كما مديرين آخرين في الجديدة وفي تارودانت وفي مراكش اللي اتخذوا قرارات مماثلة ضد النقابيين والنقابيات، بما يعني على أن هذه التعاونية اللي هي في الأصل تعاونية ديال الفلاحين وديال الفلاحات أنها استفات إلى جانب الباتروناي، إلى جانب الشركات الكبرى اللي كتعتدي على الحقوق ديال العمال والعاملات. النضال غادي يستمر سواء في مواجهة هذه القرارات، ولكن كذلك من أجل الملف المطلبي الأصلي ديال العمال والعاملات، وكذلك من أجل الديمقراطية في بلادنا اللي هي الحل ديال هذه المشاكل كلها. الالتفاتة هذه جزيل الشكر، احنا في أمس الحاجة لهذه الميس ميديا باش نوصلوا الصوت ديالنا لأعلى أعلى مستوى، أن المطالب ديالنا اللي غنلقيو في هذا الصوت هذا هي مطالب بسيطة وراها موجودة في الملف المطلبي، وهاد الوقفات هادو درناهم وغنديروهم تنقلات تعسفية. بمجرد ما تأسس المكتب الثقافي بدات تنقلات تعسفية، السيد هنا هو وليداته عايشة متابعة مصاريف الطريطة ديال الدار، كاين اللي الطريطة ديال الطنوب، كاين اللي تحمل عائلي، كاين اللي هزو وصيفطو لكلميمة 1800 كيلومتر بدون أي تحفزات، بدون أي امتيازات، بدون أي نفس البوست نفس هذه والتشرط بعينه. تنقل ديال هو انضمام إلى المكتب النقابي، هذا بالدرجة الأولى، لولا من يكون المكتب النقابي لما كانت التنقلات وكانت المياه تجري بما يشتهونهم. أما بالنسبة للعميل فهو مقهور بما في الكلمة من معنى، لأن هذا التوقف هذه هي هادفة للتنقلات، عدم تلبية المطالب ديالنا وجلوس للحوار. ما سمعنا حتى حوار، ما سمعنا حتى رد فعل من الإدارة ولا من الجهات المسؤولة، حتى الجهات المسؤولة بمفرد المفتي الشغلادة ما لقينا حتى شي دعم، حتى شي رياكسيون، حتى شي حاجة من القناة. وداك الشيء علاش موقفين، مطالب ديالنا بسيطة، الحرية والكرامة، ياك الملف المطلبي فيه المطالب اللي هي بسيطة بزاف، اللي عند الشركات كاملين، عند شركات اللي هي الكابيتال ديالها ولا المستوى ديالها الاقتصادي ضعف منها، ياك، ولكن عندهم امتيازات اللي ما عندناش حنايا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.